سمر، شهدنا خلال أيام عيد الفطر يعني انخفاض كبير بدرجات الحرارة، لدرجة أنه حسينا أنه صار في مطر، في هواء كتير، واختلفت بين يوم وليلة درجات الحرارة. في رجعت الشتوية يا زينب. رجعت الشتوية، كل العالم هيك قالوا. هالانخفاض اللي طبعا على بهاليومين بشكل كتير كبير أدى لهطولات مطرية متفرقة ببعض المحافظات السورية، لنتعرف أكثر على حالة الطقس الأيام الجاية، شو ممكن يكون الطقس فيها. معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي شادي الجاويش. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك كل عام وانت بخير يا رب. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا هلا. خلينا نتعرف على حال الطقس اليوم وباقي ايام العيد. هلا مش ما ذكرتي انخفضت درجات الحراره بشكل كبير خلال ال 24 ساعه الماضيه، طبعا بعد الارتفاع اللي شهدته المنطقه خلال الاسبوع الماضي. امبارحة سجلت في مدينة دمشق حدود ال 20 درجة مئوية العظمى، طبعا والشعور بالحرارة كان أقل من هيك نتيجة الكتلة الباردة، الهواء البارد اللي بيرافق المنخفض. انخفاض تقريبا بحدود ال 17 درجة خلال يومين، يعني يومين السبت والأحد عن يوم الجمعة اللي سجلت فيه في دمشق حدود 38 درجة مئوية. من اليوم تقريبا وحتى الأيام القليلة القادمة في ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، يعني اليوم ترتفع بحدود 6 او 7 درجات عن امبارحة، تقترب من معدلاتها في معظم المناطق. بكره تقريبا تكون حول معدلاتها، وفي عندنا ارتفاع اخر خلال اليومين القادمين ترتفع بحدود 2 او 3 درجات عن المعدل، يعني ترجع الاجواء طبيعيه الى دافئه نسبيا نوعا ما. نعم استاذ شادي، يعني العالم عم تسال انه كانه مرت الصيفيه بسرعه، صاروا مثلا يحكوا انه ما حسوا فيها، فهل في منخفض ثاني جديد بالايام القادمه؟ وكيف رح يكون الطقس يعني المعدلات ضمن درجاتها الطبيعيه؟ هلا الحقيقه في عندنا منخفض نهايه الاسبوع يوم الجمعه على المنطقه الساحليه، منخفض ضعيف الفعاليه، ممكن يعطي هطولات مطريه في المرتفعات الساحليه والمناطق الشماليه الغربيه. انخفاض طفيف يرافقه على درجات الحراره، مو نفس المنخفض الماضي اللي شاهدناه خلال يومين الماضيين، لكن باقي المناطق لا، الحرارات معتدله تقريبا مثل ما ذكرنا. ارتفاع هلا خلال ثلاث ايام القادمه حتى يوم الاربعاء او الخميس على درجات الحراره، ممكن تنخفض يوم الجمعه والسبت لحدود درجتين او ثلاثه، لكن الاجواء معتدله والاسبوع القادم اجواء مستقره على اغلب المناطق. موجة من الغبار خلال الأيام الماضية هل رح تستمر برأيك؟ هلا الحقيقة في عندنا الأجواء سديمية ممكن تكون خلال يوم الثلاثاء والأربعاء نتيجة الرياح الشرقية، لكن عم تكون ضعيفة نسبيا على المناطق الداخلية، الأكثر هي المناطق الشرقية والبادية وأجزاء من منطقة الجزيرة. نعم، نحن بدنا نشكرك استاذ شادي جاويش المتنبئ الجوي، كنت معنا عبر الهاتف لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها والتوقعات بدرجات الحراره للايام القادمه، شكرا لوجودك معنا.